استاذ اسامه، انا معلش اخدت وقت كبير قوي مع الاستاذ محمد ليه؟ علشان نشرح للناس البدايات دي. هاجي لك بقى ليه؟ لان انت غرفه صناعه التطوير العقاري. تمام. قول لي التقسيط ده او المبادره دي ممكن تحرك السوق بشكل ازاي وعامل ايه؟ بصيتوا لها ازاي؟ تمام. بس قبل ما ابدا في القصه دي، أيوة. بس اعقب على حته صغيره قالها الدكتور بالنسبه، عشان فيها ظلم للمقارنه بين المطور. المطور لما قسط طرح التقسيط بتاعه على 7 سنين، ما كانش في اطروحات في الدوله طرحها ساعتها، وما كانش في حتى في حاجه اسمها تمويل عقاري، كان في تعثرات جدا جامده جدا، والمطور لازم يشتغل. فدخل الاند يوزر اللي هو الراجل اللي هيشتري منه، دخله شبه شريك. شبه شريك فيه دخلوا 5 سنين و7 سنين، وفي وصلوا لاكثر من كده 8 و9 سنين. يعني دخوله معاه ما كانش ان هو بتبقى يعني ده شاركه في الربح، يعني شاركه في الربح بتاعه بعمليه التقسيط دي. لو كان في بنوك بتمنح ما كانش هو دخل يقسط، لان ما فيش اي مطور يحب ان هو ياخد هذا التجربه دي. بدليل ان هو بياخد الاقساط دي وبيكيشها في البنوك، يعني بيخسر تاني. بس في الاول وفي الاخر اللي بيتحمل العبء ده مين؟ اللي تحمل أنا العبء كمواطن جاي اشتري عندك حضرتك. اللي تحمل العبء في الحته الاولانيه دي كان المطور والمواطن، لان كان دور الدوله في الوقت ده ما ظهرش، بدليل ان كان في مبادره ضعيفه جدا جدا قبل كده، هو كانت 900 وحاجه ألف، نجحنا بعديها وكان لغاها البنك المركزي، واحنا طلعنا قلنا في التلفزيون ما ينفعش انها تتلغي، ده احنا عايزين ندعم اكتر وعايزين مبادره اكتر، والقياده السياسيه ساعدت فعلا ونجحت انها تعمل مبادره ب 50 مليار. دخلنا في المبادره بتاعت 50 مليار برضك، دي كانت لمتوسطي الدخل. لما عملنا الدراسه الفعليه زي ما عملها الدكتور كده هون، مشت المبادره شويه، لكن في الحقيقه اكتشفنا ان دي متوسطي الدخل مرتفع. متوسطي الدخل المرتفع قصدك ايه؟ قصدي ان هي ما لمستش متوسط الدخل الحقيقي في القطاعات اللي احنا كلنا شايفينها، لا وصلت للناس اللي هي بتاخد فوق ال 10,000 و 15,000. اللي هو احنا اللي اصل في بعض الناس لما انا قلت ان الشاب بياخد 8,000 جنيه، يقول لي مين اللي بياخد 8,000 جنيه النهارده؟ واخد بالك انا كنت بتكلم عن ده من اول ما طلع القرار. صحيح. انما حضرتك بتبص له ان هو ده من متوسطي الدخل فعلا. اي يا فندم. في مستوى المعيشه اللي احنا عايشين فيه دلوقتي يعتبر لغايه 20,000 متوسط الدخل يعني، وما فيش يعني كمان يعني دوبك. القياده السياسيه لما لقيت ان المنظومه ما هياش ماشيه، وده طبعا يعني شيء مش مريح ان انت تعمل منظومه وبعدين كمان متوسطي الدخل مرتفع، ده كان اهاليهم بتتدخل، كان بيدفع برضك المقدمات بتاعتهم، يعني عمليه ما هيش سالكه. بصراحه بالرؤيه بتاعتها قدرت تطلع تروح دي اللي هي كانت حلم. احنا كنا ما بين بعضنا بنقول يعني علشان نعالجها تتعالج ازاي، يعني ما كناش نقدر نبوح بيها اصلا اننا نقول احنا عايزين نطور، بس كنا بنعمل دراسه زي ما بيعملها الدكتور كده. طب انا لو عندي واحد دخله محدود فعلا ازاي اساعده؟ كانوا بيجي يشتكوا لي وبعدين يخرجوا يطلعوا، انت مرتبه مثلا في حدود ايه، من 3,000 ل 4,000 ل 5,000، دي يعني هتدي له ايه بكام؟ مفيش. فقلنا علشان نظبط القصه دي لازم لها سنوات طويله جدا، وكمان الفايده تنخفض، وده حلم يعني، ده حلم محدش ابدا يقدر يعني هتاخد حاجه ببلاش. مفيش حاجه ببلاش حضرتك طبعا. لما القياده السياسيه طرحتها بصراحه يعني احنا ناس، يعني انا كبدير الغرفه انا من الناس اللي اتفاجئت وسعدت جدا يعني. ردا بقى على حضرتك، طبعا دي هتمس الطبقه العريضه جدا جدا، مش اقل من 80% من الشباب اللي هم مش قادرين يجيبوا شقق، اللي هو بالفعل مش قادرين يجيبوا شقق. اطروحه الدوله طبعا دي يعني هتمشي السوق العقاري، هتمشي المطور، وهتمشي الاقتصاد بصوره كامله، يعني هي في مساعده اوليه وفي نظره حقيقيه للي هم الناس محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، دي حقيقيه. بس النتاج بتاع التركيبه دي مش بس الحته دي، النتاج دي تركيبه كامله للاقتصاد. بمعنى ايه؟ انا عندي المطور بتاعي بيشتغل ما يقدرش يقف، يعني دي حقيقه، زي المصنع لو وقف خلاص خرج من السوق، لازم يشتغل، لازم ينتج، وعلشان ينتج لازم يبيع، وعشان يبيع لازم ياخد فلوسه،
كون الدولة تعمل الأطروحة دي ان تحقق المعادلة دي ان تجيب تبيع وتاخد فلوسك وتبتدي تشتغل، يبقى الإعمار كده هيمشي، يبقى الصناعات كلها هتبتدي تشتغل. اه بتاع الألوميتال هيشتغل، وبتاع الأرضيات هيشتغل، وبتاع التشجير هيشتغل، وبتاع الدش هيشتغل، وبتاع الكهرباء. يعني حضرتك كنت تتخيل الصناعات المعنية بهذه كلها حضرتك كويس. يعني أنا شايف انها ما فيش صناعة غير هي مرتبطة بهذا النشاط كويس. يعني حلو قوي. خليني بقى أسألك على التأثير، يعني أنا بعد إذنكم يعني بعد إذنك والنبي، هو في شقة والنبي بعد إذنك يعني مهما كان سعر الأرض، هو في شقة 120 متر 3 مليون جنيه؟ يعني أنت في غرفة صناعة التطوير أنا دخلت على حضرتك، أنا أقول لك لو سمحت اشرح لي يعني إيه شقة في برج كذا أو كذا ب 3 مليون جنيه؟ هشرح لحضرتك، بس علشان أشرح لحضرتك لازم نحط، أنا بكلمك على إيه؟ على مدن جديدة وعلى مناطق جديدة. أنا هقول لحضرتك على مدن جديدة، وهقول لحضرتك في بعض التخصيص على مدن معينة أو يعني حضرتك في بعض المدن بدأت الإدارة بتاعتها تطرح الأرض بتاعتها بسعر عالي جدا جدا، يعني خيالي، وتقسيط القيمة على المطور بعد بدل ما تكون على مثلا 10 سنين أو 8 سنين عشان دراسة الجدوى بتاعتها تجدي وتمشي، طرحوها على 4 سنين، ودي كانت بالنسبة للمطور البلوك الكبير اللي بيبتدي بعد كده يحط عليه القيمة بتاعة الشقة، التكلفة بتاعته. المنطقة دي كمان عشان كان يبتدي يودي عمال ويجهز فيها كانت ليها تكلفة أكتر، يعني العامل اليومية العادي اللي بياخد في منطقة عادية بياخد مثلا سعر معين، كان السعر بتاعه بيزيد على الأقل من 60 لـ 70% عن السعر العادي اليومية بتاعته في حتة تانية. فالتكلفة بالنهاية هو المطور حضرتك بيحط معادلة، المعادلة دي نهايتها هو ليه ربح لازم هياخده، الربح ده لازم ياخده، وإن كان في التوقيت الحالي ابتدوا يتنازلوا عن جزء كبير من أرباحهم في سبيل اللي هي عايزين العجلة تستمر وتمشي. يعني هو عنده قيمة مضافة بيحطها بالظبط، ومضطر انه يدفع ثمنها ضعف او كتير، فبيحمل طبعا، ده بيتحمل عليه، مش هيحمله على نفسه، مش هيخسر لانه مش هيبقى في الاخر مش هيسلمني. اذا خسر مش هيكمل نشاط، هيخرج من النشاط يا فندم. هل السمعه والاسم والتسويق